الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين ونستغفر مع عبد الله بن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، أشكر لكم أن آتي إلى هذه البلاد لأرى هذه الوجوه الطيبة والإخوة الأخيرة، وأعتذر عن التأخير لكن ليس بملك. مسألة ثانية، أنا هنبتدئ في الكلام على السنة، والسنة هي حياة الملك. فأقول أن سلم عندما نزل في سفرة فوجد الصحابة يتضللون ضمن الشجر فتفرقون، فقال: ما لي أراكم عايزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فاقتربوا اقتربوا لتشمل بعض هذا الأمر لأن هذه السنة. قال: ما لي أراكم عايزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، ونحن نذهب بأنفسنا عن الشيطان. فقول سنبدأ إن شاء الله بالكلام على بلوغ المرام، يعني لأن الوقت ليس معنا. سنبدأ بنقطة من الكلام على فرض الهيم، يعني الدرس اليوم سيكون بشيء بسيط بالكلام على فرض الهيم، ثم الكلام على السنة وفضل أهل السنة، ثم بعد ذلك نبدأ يعني أنتوي ونتكلم عن وجهة السنة، لكن الوقت لم يسعفني. ونبدأ في الكلام على أسباب الخلاف الفخر، لأن إذا كان في خلافات على الساحة كثيرة وهذه الخلافات الفخرية ظاهرة، فيعتبر المرء مع أن الأصل واحد هو كتاب والسنة، وهما صنوان يتلازمان لا ينفكان، فلما الاختلاف ولما وقع الاختلاف بين العلم؟ ما دمنا سنتكلم عن فقه الحديث، ففقه الحديث لا يتغير بمثل فقه الحديث، يعني نتكلم في هذا الباب على اختلافات العلماء والأرجح والأقرب إلى الصواب. ما دام الحديث واحد فلما يختلف العلماء؟ فهذه مسألة مهمة جدا تكون بالنسبة لنا رفع صوت حتى نتقدم بين يدك شرح الكتاب، كتاب بلوغ المرام. أقول: فضل العلم عظيم، وأشرف الناس على الإطلاق هم العلماء، ولك أن تعرف شرف العلم من شرف ما يدخل المرء. كان بعض أهل العلم يقولون: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وقالوا هذا كلام العوام. أما الخواص يقولون: وقدر كل امرئ ما كان يطلبه. وأنت ما دمت تطلب العلم فأنت تطلب الرفعة، وما دمت تطلب العلم فأنت تتعرف على ربك أكثر، فإن كنت أعظم الناس علما بالله إلى العلا فأنت أخشى الناس وأنت أقوى وأنت أتقى الناس وأنت أتقى أتقى الناس. فكلما كان العبد بربه أعرف كلما كان له أعبد وأخشى له. العلم قد بين الله تعالى إن شاء الله في الكتاب، ربنا إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله في أولاد سائل عباده ومقرر الإجابة في الكتاب. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، لا يستوون. وأن أن يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، عالم ينجو علم وعالم يقتله جهل، وعالم يستجلب الدعاء عليه وعالم يستجلب الدعاء له. هذه إجابة وليس من قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نقول الإجابة: لا يستوون. عالم ينجو علمه وجاهل يقتل نفسه بجهله. ودلل على ذلك قصة المئة نفس حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة يقص علينا بني إسرائيل بأن رجلا قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى عابد راهب لكن يعبد الله
وعندنا هنا محلل كلام الإمام ابن القيم مستقى من كلام السلف الإمام أحمد بن غيره. قال الإمام ابن القيم: العالم الفاسد أنفع للأمة من الجاهل العالم الجاهل. أنا عادتي لما أجلس في طلبة العلم المسألة ليست مجالس وعظ وتذكير، يعني هي ليست سردة والإخوة تستمع وتنصص الشباب وتمشي، يعني لابد من إيش؟ لابد من المجابهة. فأقول الآن ابن القيم يقول بأن العالم الفاسق أنفع للأمة من العالم الجاهل. من وين أتم يعني؟ فاسق، فاسق لا يتم بإيه؟ قالوا الشعبي، تعرفون الشعبي؟ عامل مش رحيم، وهو يقول: قالوا العالم، قال انظر إلى ما تقول، العالم هو من يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لذلك يقول ابن مسعود: ما العلم إلا الخشية، العلم الخشية، والعلم الخشية هذا التعريف في المبتدأ الخبر على الحصر، يعني العلم كل العلم أن يكون الذي يلزم عنده أن يلزم صاحبه الخشية من الله جل وعلا. إلى التفسير أيضا، قال العالم الفاسق أنفع للأمة من العالم الجاهل. صحيح، وطعيت على مسألة ذكر المتعارف، هو العالم كما قال، قال هنا قالوا العالم علمه للناس فينتفعون به، فيطلبون من الله جل وعلا فيتعاملون على علم وبصيرة، والجاهل وإن كان متعبدا ففي عبادته الفساد، لأنه يمكن أن يزداد، أن يزداد هو بعد من الله جل وعلا بزيادة العبادة، يشرك وهو لا يدري، ولذلك الله تعالى صدر الباب في الكتاب على العلم لا على العبادة، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر باستغفار عبادة، فأما بها لكنها لما ابتدأ بإيش؟ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأن العبد يمكن أن يكفر في لحظة واحدة كما قيل أن الشيطان يعني قال عن العالم والعبد، يعني قالوا لما تفرح بموت العالم وما أدراك تفرح بموت الجاهل، قال العالم أو قال حديث أيضا ورد عن هريرة: العالم أشد على الشيطان وسيد فيها كلام، العالم أشد على الشيطان من على الشيطان من ألف جهة. فقال مفسرا الشيطان ورد عن عباس، قال مفسرا: انظروا إلى الجاهل كيف بجهله ينفر في ساعة، والعالم ينجو في ساعة، فبعث عماله إلى جاهل فقالوا له: أيستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراضيه الشاسعة في بيضة؟ قال: نعم، الكون بمراضيه الشاسعة في بيضة؟ لا، لا ما يستطيع، هذا ضل في باب القدر، هو نظر ونظر ونظر على كل ما قلنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، صحيح؟ أما العالم لما أتوا وسألوه هذا السؤال قال: نعم، ربي يستطيع وهو قادر على كل شيء، يستطيع أن يأمر البيضة فتكبر فتحيط بكل الكون، أو يأمر الكون فيصغر وتحويه البيضة، والله على كل شيء قدير. فالآن باب شاسع وباب واسع بين العالم والجاهل. ما زلنا مع الإجابة عن الآية وانتهي معها، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قلت: لا يستوي، العالم ينجو بعلمه والجاهل يقتله جهله. في قصة الرجل الذي قتل مئات نفس، قتل سبعين نفسا ثم ذهب لراهب فسأله: هل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك. فانظر هذا الرجل ركب الذنب على الذنب، عبد الله بغير علم وهذا ذنب، ثم بعد ذلك صدر نفسه مفتيا للناس على جهل، والمعنى انه سياتي من سبيل الناس سيضل ويضل. فقال: لا توبة لك، فقناطه من رحمة الله فقاتله، قال: اخرج مني ما خربان خربان. فقال:
إذا إما أقرب أخذ حكمه، لو كان أقرب إلى باب الصلاة أخذ حكم أهل الصلاة، لو كان أقرب إلى أهل الصلاة أخذ حكمه. دي حاجة تخلي المؤمن جدا. لا هو مش غلط طبعا، ما هو هو نعم قد لكن هي الصلاة تحط المجاور يكون حكم المجاور. هذه قاعدة تخلي المؤمن جدا، أدركها في الطهارة وأنا مش فيها. المجاور يأخذ حكم المجاور. جاور الصحابة هم العوام الشهود من جاور السعيد يسعى الموت أهل المجاور يأخذ حكم المجاور. فقالوا قيسوا إلى أي أرض أشرف الخلق على الإطلاق. من؟ الملائكة. على إيش؟ على شهادة إيش؟ أشرف مشهود ألا وهو توحيد الله وما خلقت الجن والإنس إلا يعني ابن عباس يقول إلا يوحدون. أشرف ما خلق من أجل الكون وتوحيد الله جل في علاه. فأشهد على توحيده الملائكة العدول
وقارن بالملائكة العلم، أهل العلم. وهذا شرف ليس بعده شرف، ولك أن تعلم شرف العلم بأن العالم وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، والوكيل ينزل منزلة الأصيل كما سنبين. فهذه أيضا آية من الآيات التي يفخر بها طالب العلم على أن الله تعالى يرفع أهل العلم درجات، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الدرجات ترفع بأنه يرجع إليهم في المعضلات، لأن الله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين هكذا. وهنا المقصود نصا في الآية بقول الأمر هم العلماء، ما هو السياق مش السياق قاعدة عند العلماء، السياق والسباق واللحاق من المفسرات. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. يا إما أن تقول لا يكون ولي أمر إلا عالم، وهذا يعني لا يمكن أن نقول بهذا بأن أحد يلزم بأنه لا ولا إلا الفقيه، هذا ليس من كلام أهل السنة. لكن نحن نقول الآن المقصود في الآية، لأن الإمام أحمد فسر قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الأمر هم العلماء والأمراء، هم يعتضدون الغرض المقصود. لكن هذه الآية نص في أهل العلم، لأنه قال: لعلمه الذين يستنبطون. وهذه درجات، وهذه درجات. حتى لا أطيل، لأن لو تكلمت عن فضل العلم له شجون ممكن ما ننتهي، فأنا أريد أعجل حتى أتقدم بين هذا الحديث، ما أدري سأدخل فيه أم لا، لأن الحديث فيه مباحث حديثية وكان لابد يكون في صبورة بقى أستاذ هذا، لأن طبعا في نعم، بس أصبر أصبر حتى ندخل فيه، لأن نتكلم فيه على العلل وبعدين نتكلم فيه على المتن، لأن أعلم الناس بالحديث هم الذين قد من الله عليهم بالعلم دراية ورواية، الفقهاء المحدثين هم أرقى الناس طبقة من طبقات العلماء كما سيأتي. فأقول أيضا من الأحاديث التي تبين فضل العلم بإيجاز دون التطويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له لفتتان عظيمتان، ما هما؟ شو وجه الدلالة على فضل العلم وفضل أهل العلم من هذا الحديث؟ ممتاز. للحديث إيش؟ منطوق ومفهوم. منطوق الحديث أن الله أناط الخيرية بطلب العلم، مفهومه الذي لم يطلب العلم لا خير فيه، لم يرد الله به خيرا، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرق بين العالم والعابد قال: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم. وقال أيضا في حديث الترمذي الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل العابد للعابد العالم على العابد كمثل القمر على سائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. ففضل العلم عظيم، وعندنا رواية فضل طلب العلم فريضة على كل مسلم، في رواية زيادة فيها فريضة على كل مسلم وإيش ومسلمه، والزيادة هذه زيادة شاذة لا تصح، لكنها تندرج تحتها. كيف تندرج تحتها؟ ممتاز خلاص، هو ما هي المسألة كلها حديث سنن أبي داود ينهي المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام. نساء شقائق الرجال في الأحكام. إذن نحن على مشارف افتتاح هذا الكتاب العظيم، كتاب بلوغ المرام، نقول بشرف العلم، ونسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين ومن طلبة العلم المجدين، ونسأل الله أن يرزقنا الصبر. قبل أن أدخل ألفت الانتباه إلى أن أهم شيء في طلب العلم الصبر، الصبر على الطلب. المشكلة الكبيرة جدا عند طلبة العلم في هذا الزمان ما عندهم صبر، وعندهم عجلة للتحصيل. وتعرفون أبو حنيفة جلس يلازم حماد بن أبي سليمان وهو شيخه كم سنة؟ كم سنة؟ ثلاثة؟ خمسة؟ ستة؟ 17؟ 40 سنة. 40 سنة يلازم حماد بن أبي سليمان المالك بعد ما ترك ربيع الرأي، كم وكم من السنين جلس يلازم الزهري. فلابد من طالب العلم يصبر على الطلب، هذه مهمة جدا. أداب الطالب سنأخذ يعني في كل مرة نأخذ إن شاء الله أدب من أداب الطالب، لكن أهم الأداب التي لابد أن أشير لنفسي وأنصح نفسي بها وأنصح الإخوة: الإخلاص في الطلب. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لأن الله جل في علاه يقيس الناس ويزن الناس بالقلوب، وحتى فهم العلم ودقائق المسائل لا يفهمها المرء إلا بإخلاصه، وهذه ليست من كيسي ولا من عنديات نفسي. ابن عباس كان يقول: يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. فعلى الإخوة الكرام يعني أن يعهدوا أنفسهم، أو يعني يتعهدوا أنفسهم وقلوبهم، فإن الله ينظر إلى القلوب: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نعم. أقول إخوتي الكرام، إذا إن شاء الله سندخل على باب السنة. السنة حجة، أصل بذاته. السنة أصل الأصول هي السنة. وكما يعني أنا لم أبحث أبين في علاقة القرآن بالسنة أنهما سنوان يتلازمان لا ينفكان، والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لكن يعني يعاب علينا إذا كنا سنشرح السنة ولا نتكلم عن حجية السنة، فسنمر عليها أيضا مرور الكرام، لأن يعني الوقت إما أن أعاتب الدكتور أو أعاتب الأخ الكريم، لأني أنا يعني لغيت دروس من أجل أن آتي في الوقت الموعود، فهم الأمر إليهم. فأقول سريعا حجية السنة: السنة كالقرآن صنوان لا يتلازمان لا ينفكان، في الكتاب وفي السنة. الله جعل ألزم العباد برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أناط الإمام بثلاثة أمور وأكدها: فلا وربك، لا مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون، أناط الإمام بها، حتى يحكموك، حتى للغاية يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا، هذه الأولى. الثانية: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. يبقى مع عدم الحرج في القلب أيضا التسليم التام. وهذا الذي قاله الزهري بسند صحيح عنه أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. ركن العبودية الأعظم الانقياد التام لرب العباد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب، استسلمت استسلام تام. ولذلك كان الشافعي دائما يقول، ورحم الله الشافعي إمام جليل، قال فيه الإمام أحمد: ما علمنا يعني فقه السنة إلا من الشافعي. قال الإمام الشافعي: أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، ما في عقل يدخل يصادم هذا مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لنزول الآية هذه نزلت في قصة لطيفة بأن مسلم لما جاء يخطب زينب بنت جحش لزيد، فقالت: من زيد؟ أتزوج زيدا مولى من الموالي؟ فقال لها مسلم: نعم تزوجي زيد. فأبت، فلما أبت أنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: سمعنا وأطعنا. فلما انقادت، فلما انصاعت، فلما استسلمت، انظر كيف كافأها الله تعالى، زوجها الله برسول الله من فوق سبع سماوات. تزوجت كارهة لكنها انقادت للسنة، فلما انقادت كانت المكافأة، زوجها الله من فوق سبع سماوات لرسول الله، حتى كانت تترفع على نساء النبي وتقول: زوجكن أو أولياءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه أيضا من الآيات التي تدل على حجية السنة. قول الله جل وعلا في الآية العظيمة، آية الامتحان والاختبار، قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الذين ادعوا محبة الله جل وعلا فعلامة ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا رسول الله: من يأبى؟ اندهاش من الصحابة: من يأبى أن يدخل الجنة؟ احنا في هذه الدنيا فيها التنغيث والمشقة وما نحن فيه من الآلام وأيضا البلايا والرزايا، نريد الجنة. فقال: إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعاني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في صحيح البخاري هذا انفرد به البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتبع سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي. من اتبع سنتي فقد أحبني. هذه دلالة واضحة جدا على أنه يعني وجوبا إجبارا لا اختيارا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وإن كانت المسألة كما قلنا تطول جدا في هذا الباب، لكن هو اجتساء من أجل الوقت الذي يداهمنا. أقول إذا كنا سندخل في بلوغ المرام في الحديث الأول، حديث الطهارة الماء، فسنرى فيه اختلاف من العلماء، لأننا يقول هو الطهور ماء الحل ميتاته. فأنا أتكلم في مسائل فقهية، نسأل الله أن نكملها، يعني ما أمشي إلا أن أعطيها حتى ما أموت كملا. يعني سنتكلم عن طهارة الماء،
طيب، وأيضا الماء المتغير وأنواع الماء المتغير، نصدر الباب بمعنى الطهارة، وبعد ذلك قوله الحل ميتاته. الشاهد بأن في كل مسألة سنتعرض إليها فقهية سنجد فيها خلاف، فوليمة والحديث واحد ويش الخلاف. فلذلك لابد أن يعني الماحة والفاتة سريعة على سبب اختلاف الفقهاء، لأنها مسألة من الأهمية بمكان. أسباب اختلاف الفقهاء كثيرة، منها أولا غياب الحديث، غياب الحديث عن الصاحب أو عن العالم، فتراه يفتي مجتهدا ويخالف النص، لأن يفتي مجتهدا فيصيب أو يخطئ، لكن ما دام الأثر معه فهو ليس إلا على الجادة، فهو على الصواب على الديمومة. فمن أسباب الخلاف غياب الحديث أو غياب الأثر في المسألة، وهذه لها أمثلة كثيرة جدا نبينها، كما في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه سئل عن مسألة، وأبو موسى الأشعري كان في الكوفة مع ابن مسعود، وابن مسعود حبر هذه الأمة، ابن مسعود هذا بحر، وابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوني من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، وكان صاحب، طبعا ما هي مدرسة، لكن كان صاحب يلقب بصاحب صحابة. الصحابة واجب عليكم شرعا حب الصحابة دين، دين الله به، فلابد احنا ما نجهلش عنهم الأكابر منهم، حتى صاحب الايه، لا مش الإداوة، أنا سوى لصاحب الإداوة، فذهبت أنا والغلاب بإداوة الايش؟ الوسادة وديش قلنا عليه؟ صحيح؟ صح؟ صاحب الوسادة وصاحب ايش؟ صاحب النعم، ابن مسعود شرف عظيم لابن مسعود رضي الله عنه، انظروا الى انقياد ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس لمن كان معه في المسجد، وهو كان وين؟ برا، صحيح ولا لا؟ لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسه فيساله فيقول سمعتك تقول اجلس فجلست. انقياد تام، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه معه أبو موسى، فسؤال أبو موسى عن بنت توفيت امرأة مواريث، درست مواريث؟ ما مش يعني أطعكم أطعوني، مات عن بنت وبنت ابن وأخت، عن بنت وبنت ابن وأخت. فأبو موسى الأشعري لما سئل أجاب إجابة خاطئة، ما عنده فيها سنة، اجتهد، فقال أما البنت فنصف، والنصف هذا مورود في الكتاب صح، فنصف اللي في سورة النساء في مطلع سورة النساء الآية، فلها النصف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، طيب هي لها النصف، فقال لها النصف، والأخت لها النصف، لأن آية النساء في آخر سورة النساء تتكلم عن أخوات، فلها النصف. ثم قال ارجعوا إلى من؟ إلى ابن مسعود، أفتى، لكن هو يعلم أن هناك من هو أعلم منه، وهذه أدب العلماء أن يحيل على من هو أعلم. وبعض علمائنا يرون عدم جواز الإفتاء من عالم يعلم أن في القتل من هو أعلم منه، عدم جواز، بعض العلماء قال بذلك، فإن كان هذا على الاستحباب، لكن ما لأن هذا الأدب المرتب، هذا الصحيح، لكن الاجتهاد في محل عالم آخر موجود. فقال موسى هذا الجواب، وقال ارجعوا إلى ابن مسعود حتى يتأكد، فراجع إلى ابن مسعود، فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لو قلت بهذه الفتوى قد ضللت إذن. هنا العلماء يستنبطون أمور عظيمة جدا، يستنبطون أولا التفريق بين النوع والعين، مسألة من أعوص ما تكون ومن أهم ما تكون، مسألة التفريق بين النوع وبين العين. يعني إيش؟ يعني أنت ممكن الإنسان يأتي بقول كفر أو فعل كفر، لكن العين هو لا يكون كافر، ولا يجترئ على مثل هذه الأحكام إلا جريء جاهل، هذه أحكام ما يمكن أن يقف عندها إلا العالم الجليل الذي قد أتقن ويستطيع أن يقيم الحجة وزير الشبه. لكن نحن نتكلم على التفريق بين النوع وإيش والعين. هو يقول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لو يعني هذه الفتوى فيها ضلال، الضلال يعني الخطأ هنا، مش الضلال يعني ما يصبو إلى الأذهان، الضلال يعني الخطأ. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم فسر للناس ليش هو قال ذلك، لما قال ذلك، أيحسب أن أبا موسى يتكلم من عند نفسه؟ لا، هو قال عندي فيها سنة، هذا التقصير، عندي فيها سنة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن هو ده اللي موجود في الكتاب، طيب، والأخت الباقي تعصيبا، اسمه تعصيب مع الغير فأعطاه. فالغرض المقصود أبو موسى أخطأ لما؟
غابت عنه السنة. أبو ابن مسعود قد أصاب، ليش؟ لأنه إيه؟ قد نعم. فإذا أبو موسى اجتهد بغياب الحديث فأخطأ، والسنة أصاب من كانت معه السنة. ابن مسعود اجتهد في مرة وما كانت معه السنة لكنه أصاب السنة، لكن اجتهد فيها. قال ابن مسعود لما سألوه عن امرأة أيضا في الكوفة شهرا كاملا ولا يفتي، يعودون إليه المرة والمرة ولا يفتي، يقول ما أعرف يا سنة. فقالوا له امرأة عقد عليها زوجها ثم مات وترك إرثا، ما لها وما دخل عليها، معقود عليها ما دخل عليها. طب أنتم تعلمون لو زيد تزوج هندا، عقد على هند وطلق قبل الدخول، إيش الأحكام المترتبة؟ لها نصف المهر. لا لا، المهر كامل. شيء من وين أتيت بنصف المهر هذا؟ من وين؟ أيوة، أنا أريد، ما في طالب علم يتكلم إلا ومعه الدليل، ما أريد طالب علم يأتيني بالحكم ومش مفتي يقول والدليل كذا. فنصف ما فرضتم صحيح. أما المتعة، المتعة هذه فيها خلاف، فيها عريض في مسألة المتعة التي طلقت ودخل بها، دي الأحناف يخالفون الجمهور، لكن احنا في الصريح قال فنصف ما فرضتم، صحيح ولا لا؟ لكن هذا مات، نصف ما فرضتم للطلاق لا للموت، فما الحكم في الميت؟ لذلك اشتبك الأمر عند ابن مسعود. متصورين المسألة؟ فاهمين المسألة؟ طيب، فلذلك مكث شهرا لا يجيب، فاشتد عليه، قال إلى من نذهب؟ اتق الله فينا. فاستخار ربه ثم قال لها المهر كاملة وهي ولها الإرث، لها المهر كاملة. ليش؟ لأن هو قال هي زوجة الآن، والحكم الذي جاء الأصل في الزوجة أن لها المهر كاملة، إلا بالتفريق الذي فرقه الشرع في مسألة التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فلما ماتت زوجة فلها المهر كاملة، ثم قال وهي لها الإرث، لها الثمن، أو تشترك مع الأزواج الأخريات في الثمن. فقام رجل فقال قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قلت. فبكى ابن مسعود وخر ساجدا. هنا الآن هو إيش اللي جعله يمكث شهرا لا يتكلم، ما عنده سنة، فلكن لما اجتهد وأصاب السنة فرح جدا. بدلا من أسباب الخلاف الفقهي بين العلماء، كما كان الخلاف بين أبي موسى وبين ابن مسعود غياب الأثر. من الأمثلة على ذلك أيضا كثيرة، عندك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي الناس من قام جنبا لم يصح صيامه، من قام جنبا لم يصح صيامه، كان يفتي بذلك وروى ذلك عن أسامة، فعاتبوه وراجعوه وكان صلبا فيما يفتي فيه. هذه الفتوى خطأ، أو هذه الفتوى فيها خطأ. ليش؟ لأن الجنب يقوم ويغتسل للصلاة لكن لا يغتسل للصوم، ليست شريطة الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، وهي شرط في صحة الصوم. أتناقضت أنا هكذا؟ نعم صحيح. أبو هريرة كان يفتي بأن الصائم إذا قام جنبا عليه القضاء، عليه القضاء. وقلنا بأنه ليس شرطا صحة إيش الصوم، ليس فيه الطهارة ليس شرطا بصحة الصوم. ثم رجعت فقلت بل هي شرط بصحة الصوم. تناقض هذا أم موجه؟ هات بقى وجه أخوي، وجه هذا ممتاز. أنت اسمك إيه يابا؟ أنت ماشي، أنت صاحي معانا شوي. اسمك إيه؟ اسلام. غير اسمك على طول. تعرف انه لا يجوز ان تسمى باسلام؟ لا خلاص، انت حامل، اياك انك تعرف الناس باسمك هذا ثاني، صحيح ولا لا؟ النهي ورد صريحا ان نسلم، تعرف ولا ما تعرف؟ نهى ان نسلم عن اسم اسلام وايمان، حتى اذا قيل اين اسلام، اسلام هنا، يقول لا اسلام او لا ايمان. انت حامل، انت ايش؟ وكلك لك محامد، جزاك الله خيرا. نعم، هو الطهارة نعم، ها والله فيها خلاف، فيها خلاف، لكن أنا دين الله بأنها للتحريم، لا إسلام، لكن فيها خلاف، والجمهور أنها ليست للتحريم. لكن أنا من لم الصرف أريد أعرف، أنا ما الصرف الذي يقول بأنها ليست للتحريم؟ ما الصرف؟ مش الأصل ده أنت كده بتتوغل في الحرمة، هو الآن إلا أن تقول أن الرجل عاري عن التزكية أو ما يفعل ذلك تزكية نفسه، عندما دخل الإنسان مع رجل يكنى بأبي الحكم فبين أنه ما يلقب بذلك، ما يكنى بذلك إلا أنهم يتحكمون إليه، فقال لا أنت أبو كذا باسم أبيه الكبير. المهم أنه الطهارة ليست شرطا في الرجل، أما في المرأة فلا، الحيض مانع من صحة الصوم. فالغرض المقصود كان متصلبا جدا أبو هريرة، ليش غاب عنه الحديث؟ وهنا الخلاف الفقهي عنه، لكنه الحمد لله اندثر هذا الخلاف لما قيل له عائشة تقول بأنه ليس شرط، فرجع إلى عائشة وعلى أم سلمة فقص عليه أن سلم كان يقوم جنبا من جماع لا من احتلال، يقوم جنبا
فيغتسل ويتم صومه ويصلي بأبي هو وأم. فإذا هذا أيضا سبب في الخلاف الفقهي هو غياب الأثر. أيضا من الأمثلة الكثيرة التي تكون على بذلك هو المزارعة، حديث المزارعة، حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، يعني إذا كان يؤجر الأرض، تأجير الأرض يعني اقتراء الأرض. اقتراء الأرض فيها خلاف عريض بين العلماء، لا ندخل فيه لأنك نقول هذا الخلاف. ليش الخلاف هذا للأحاديث؟ هناك أحاديث نهت عن المخابرة، نهى صريحا في صحيح مسلم والبخاري عن المخابرة والمزارعة. تعرفين المزارعة والمخابرة؟ أنا سألت الدكتور أين درستم قبل ذلك، تعرفون المزارعة والمخابرة؟ ده المفروض أنتوا هنا بالذات لازم تعرفوا هذا فقه المزارعة والمخابرة وضراب الفحل وعسب الفحل. ده المفروض هذا منتشر لابد عشان تعلموا الحلال من الحرام. تعرفون إيش المزارعة؟ تأجير الأرض ببعض ما يخرج منها. ممتاز، تأجير الأرض ببعض ما يخرج منها. طيب، فابن عمر كان يفعل ذلك والصحابة كانوا يفعلون ذلك، بل بعض الصحابة كان لخلافة معاوية يفعل ذلك، حتى جاءه رافع بن خديج فقال له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. فالمهم ظهر الخلاف والجمهور يمنعون ذلك، والحنابلة والمحققون من مذهب الشافعية يقولون بالجواز، المحققون من مذهب الشافعية كابن خزيمة وغيره يقولون بالجواز لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد أيضا ضعف حديث المخابرة وليس معه حق في التضعيف، لكن هناك جمع بين الأدلة. أنا الشاهد أن الخلاف عنا لما؟ لغياب الأثر. وهذا أيضا قصة ابن عمر أكثر من حالة. ابن عمر أيضا لما قيل له عن اقتناء الكلب فقال ينقص من اجره مقدار ايش؟ قراط. فلما سئل فقيل له ابو هريره يقول الا من اقتنى كلبا انقص من اجره كذا، الا كلب صيد او كلب ماشيه او قال كلب زرع. طيب، فابن عمر لما سمع ذلك الاستثناء هو ما عنده حديث الاستثناء هذا غير موجود عنده، فقال له ابو هريره صاحب زرع أو أبو هريرة صاحب ما شيء، يعني هو الذي يحفظ هذا الحديث لكن ليس عندنا، وما كان يقول بجواز اقتناء الكلب. فلما قيل له أبو هريرة عنده الحديث رجع وقال به. لكن ما الذي جعل الخلاف بين أبي هريرة وبين ابن عمر؟ بالضبط نفس المسألة في مسألة إيش؟ الجنائز. الجنائز ما كان يعرف بأن أجر من صلى على الجنازة غير أجر من صلى وذهب فوقف عليها حتى تدفن. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها حتى ووقف حتى تدفن فله إيش؟ قراطة. فماذا قال؟ قال منكرا، قال يعني لما قالوا له أبو هريرة يحدث بأن له إيش؟ القراطة. فقال له كم ضيعنا من القرارين. فغياب الحديث يجعل المسألة يعني تكون على السطح بالخلاف الفقهي. من ذلك أيضا مسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، غاب عنه بعض الأحاديث، لكن هذا اجتهد أيضا وأصاب في مسألة الرحلة إلى الشام. لما ذهب إلى الشام وأخذ من المهاجرين والأنصار، فعلموا وسمعوا بالطاعون في الشام، فأبو عبيدة في أول الأمر قال لا نرجع إلى المدينة يا أمير المؤمنين، وكان عمر بن الخطاب يتريث ليشاور المهاجرين والأنصار. فأغلب المهاجرين والأنصار قالوا بإيش؟ قالوا لا بالذهاب. قالوا بالذهاب. أبو عبيدة أولا كان بيقول بالرجوع، فوجد أن أغلب المهاجرين والأنصار قالوا بالذهاب، فعمر تريث في الأمر وقال إنا راجعون. فقال له أبو عبيدة بعد موافق القوم، مع أن حاله كان من حال عمر، بعد موافق القوم قال له أترجع وتفر من قدر الله جل جلاله؟ فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. لكن عمر بن الخطاب هنا اختلاف الصحابة، هو الشاهد من هنا اختلاف إيش؟ الصحابة. ليش اختلفوا؟ عدم وجود النص، ما فيش فاصل خطاب عندهم، فالمسألة اجتهادية. هم يقولون ده هذا قدر والفرار من القدر، وقدر الله بد أن يقع على الإنسان، فقالوا نفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. اجتهاد قد أصاب فيه، لأن عبد الرحمن بن عوف جاء متأخرا فقال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فقد وافق السنة. لكن الخلاف بين المهاجرين والأنصار كان بسبب عدم وجود النص. أيضا الجدة لما جاءت لأبي بكر تسأله عن الميراث، يسأل المهاجرين والأنصار منهم من يقول لها ومنهم من يقول ليس لها، هو نفسه قال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعي حتى أسأل الناس. ففصل الخطاب المغيرة بن شعب محمد مسلمة فقال له سمعنا رسول الله أنه أعطى الجدة السدس. فالغرض المقصود هذا سبب من أسباب الخلاف، وهو غياب الأثر. لذلك العلم قال الله قال رسوله، الإنسان لا يحك رأسه كما قال الثور غيره إلا بدليل. أيضا من الأسباب بالخلاف الفقهي بالنسبة للناس
يعني أمثلة كثيرة على مسألة غياب الأثر نجتزئها. منها أيضا فهم الاختلاف في فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الاختلاف في فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا اختلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن الاختلاف أكثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الاختلاف الفقهي. الاختلاف في فعل النبي في فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نضرب عليه أمثلة كثيرة، منها النزول بالأبطح في الحج، يعني بعد الانتهاء من الحج، النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الحج بعد المغرب بعد ما انتهى، وقال سأل عن صفية قالوا حاضت، فقال حلقة عقرة أحابستنا هي؟ ليش تحبسهم؟ ليش ايه 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 المناسك بقى انت استيقظته الان؟ ايش المنسك المهم جدا؟ وبقول هو الان الى افول الى رحيل، طواف الافاضة، طواف مش طواف الوداع، طواف الإفاضة، طواف الركن. فقال أحبستنا هي؟ فقالوا فأفاضت، يعني طاف الطواف. قال فلتنفر إذن. وذهب ابن سلم فنزل بالأبطح. لما نزل بالأبطح ابن عمر ما كان يحج إلا وينزل بالأبطح، أعدها سنة، وعائشة لم تعدها من السنة. اختلفوا فهم النبي، ابن سلم هنا فعل فعل، إيش الفعل اللي فعله؟ نزل بالأبطح. فقالوا بعد الحج المرور بالأبطح والنزول به، ابن عمر قال سنة وعائشة قالت ليس بسنة. نحن مع عائشة لأن هي أفقه صراحة، هي عائشة تقول نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح موافقة لا قصدا، لو كان قصدا لقلنا سنة، لكن هو تعب وأراد أن يرتاح فوافق اتخاذ الراحة هذا المكان، هو مكان الأبطح، يعني ما نزل له بقصد، فكانت موافقة وليست إيش قصدا. فلذلك قال علماؤنا الحق مع عائشة، لكن الاختلاف في فهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أدى إلى هذا الاختلاف، وإن كان الحق مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا اختلاف ما دمنا في الصيام، فلابد أن نطرح عليكم بعض الأمثلة يعني الجيدة في هذا. ما زلنا في مسألة مهمة ألا وهي سبب اختلاف الفقهاء مع ورود الدليل، طيب إما غيابه إما ورود الدليل في فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقبل نساءه في رمضان وفي نهار رمضان، وهذا عائشة صرحت به، قالت كان يقبل نساءه في نهار رمضان، ولكن قالت استدراكا وكان أملككم الإيربي وأيكم أملك الإيربي. فقالت كان يقبل نساء، انظر اختلاف في فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جمهور الفقهاء من قبل امرأته نهار رمضان فأنزل عليه قضاء، فأفسد صومه بذلك فليمسك وجوبا وعليه القضاء. طيب هذا فهم وجوب ده الأئمة الأربعة، قل بقى المسألة فيها ما فيها، لأن البعض يقول عليه القضاء والكفارة ليس كفارة القضاء فقط. فهم الظاهرية طبعا هذا ترجيح شوكاني لم أكن وهما والصنعاء وصديق حسن خان والألباني، قالوا وإن قبل فلو فأنزل فلا شيء عليه، يتم صومه وصومه صوم. هذا قول ابن حزم. طب من وين إيش أصل النزاع؟ لأن هذا هو الطلب، هذا هو العلم، إيش أصل النزاع؟ هو الاختلاف فهم النساء، إيش أصل النزاع؟ هم قالوا الآن في النزاع أن السلام قبل ولا ما قبل، قبل التقبيل وسيلة لتحرك الشهوة ولا مش وسيلة؟ لما أباح الشرع الوسيلة قد غض الطرف عن المقصد، عن النتيجة، عن الثمرة، لأنه هو إن قبل ستتحرك الشهوة، ممكن أن ينزل رجل سريع الشهوة يقبل ينزل، موجود في البشر هكذا. طبعا احنا عشان الفاكهه المضروبه والاكل المضروب الكثير عندنا ضايعين في كل حاجه، ما عندنا اي شيء من القوه، صحيح؟ فهذه المساله نعم الشباب اكثر الشباب فيه من عجله في هذا الباب. فان قبل فانزل، هم يقولون الشرع قد اباح الاصل، صحيح الوسيله، فاذا غض الطرف عن النتيجه، فان انزل فلا شيء عليه لانه مباح عليه انه يقبل، والتقبيل وسيله الى الشهوة، صح ولا لا؟ فنقول هو فهم فيه شيء من الصح. انت ابن حزم دائما كفقيه تقف امامه ترتعب لو كنت يعني مبتدئ في الفقه، لكن كنت فحلا ترتاح وتشرب الماء وتشرب ماء بارد جدا، وبعد كده ترد عليه ما قاله بسرعة وبسهولة. هو فهم دقيق صح، اباح الشرع هذه الوسيلة، والوسيلة لها ثمرة، وهذه الثمرة يرد الشرع عنها. قلنا لا، اباح الوسيلة بضوابط وغفلت عن الضوابط، وهذه الضوابط لا تصل به الى النتيجة، فلا نقول المقدمة كده مردود عليه، لا نقول أن النتيجة هنا مردود عنها الطرف بحال من الأحوال، لأن عائشة قالت وأي كان أملككم، يبقى إذن المسألة كلها هنا القبلة قبلة رحمة لا قبلة شهوة، لأنه قال أملك الإرب حتى لو كان شهوة ما ينزل ولا يجامع، مفهوم؟ ولذلك أن بعض الصحابة يعني بعضهم كان يفرق كما في حديث أبو هريرة، يفرق بين الشاب وبين الشيخ في مسألة التقبيل حتى نقول بذلك. لكن الغرض نقول هنا الفهم في فعل النبي اختلف، لما أربعة قالوا لا لو قبل فأنزل فعليه القضاء،
منه من قال عليه القضاء والكفار، لأن الإنسان قال قولا صريحا هنا الآن أباح الوسيلة بضوابط لا بالإطلاق، ونحن مع 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 الشرع ندور معه حيث دار. وعندنا حديث ظاهر جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته الذي أنزل وترك شهوته، ما ترك شهوته، يبقى إذن عليه القضاء لأنه خالف أن أم التقنية يخطئ الفساد، يبقى إذن صومه فساد وعليه القضاء. لكننا نستشهد بهذه الواقعة على أن العلماء قد اختلفوا يبقى سبب الخلاف كان الفهم في ورود الدليل، موجود الدليل أمامه أمام عيونهم يسمعونه ويقولون سمعنا وأطعنا، لكن اختلفوا في إيش؟ في الفهوم، والله جعل يفاوت بين عباده. أيضا من هذه المسائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر في المعاملات، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، جابر كان في سفر ومعه جمل قد أعيا متأخر جدا عن الركب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمته وشفقته بأصحابه أنه كان يتأخر عنهم ليعتني بهم، فيجد جابرا متأخرا عنهم فضرب، هو طبعا لما سأله وقال جبني قد أعيا فضرب مسلم فكان أشد ما يكون، فقال له مسلم بعني، قال لا ناضح لنا غيره، فقال له مسلم بعني، بعنيه بأقي، فقال أشترط، هنا الشاهد، قال أشترط حملانه إلى المدينة، يبقى هذا بيع وإيه وشرط، والشطار يقولوا لي بقى البيع شرط عقد صحيح ولا عقد باطل؟ شو انت بقى انت متسرع كمان بقى انت ايه يعني انت اسمك ايه؟ اوعى اوعى ايوه حامد، نعم صحيح، نعم بيع شرط ده في صريح، لا ده في صريح، نهى عن بيع، نهى عن بيع وشرط، نهى عن سلف وبيع، نهى عن عقدين في ايش؟ فعل بيعتني في بيع صحيح ولا لا؟ فينا هنا لا لا نهى النبي، ووجدنا من فعل النبي أنه اشترط أو أقرب الشرط، قال جابر أشترط حملانه إلى المدينة، أنتم معي؟ الجمل ما زال أمامنا وجابر بالجمل إلى، والجمل قد بيع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه جابر في بعض الرواة في السنن غير الصحيح أهله قد لامه ملامة شديدة جدا، كيف يبيع الناضح الذي عنده؟ فدخل متأثرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ وما كست إيش تكون؟ كلكم بتعملوها سامحوني في السعودية في أو أي فصال تلغز مقصود أنه ما كست، قال أتراني ما كستك لآخذ جاء لا الفصال قال أتراني تراني ما أمشي لسه عايش في حتة تانية، تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. الفهم هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إيش؟ بيع وشرط، بيع وشرط صحيح كده، والجمهور يقولون البيع وشرط حرام، العقد باطل، ليش؟ عندهم نهي صحيح، والنبي فعل واشترط، فكان الخلاف في فهم الفعل. أما الحنابلة فتمسكوا وقالوا لا البيع بشرط يصح لكن له ضوابط، إيش الضوابط؟ ان الشرط يكون عروسه، ان الشرط ايش؟ انظر للدليل الذي عندك ستجد، شوف اشترط جابر ايش وستعرف. شرط عروسه هجوزك لو قلت الكلمه دي، لو اديت بيها صحيح اتفضل. ده في هجوم عليا بعد كده، لا لا ما ده التوجيه خلاص. طيب معلومية الشرط أن يكون معلوما لا مجهولا، معلومية الشرط، قال أشترط حملانه إلى جزر القمر، فلما صعد إلى القمر بلال ما استطاع أن يصل إليه لكنه قد أخذ إيش؟ أخذ إيش؟ الدراهم، أخذ إيش؟ واخدها الدراهم في القمر، هو طلعت القمر. طب تسيبيني ليه؟ سيبيني أطلع لوحدي؟ هو الآن قال لهم إيش؟ قال له أشترط حملانه إلى معلومة غير معلومة، معلومة غير معلومة، معلوم. ففهم الحنابلة أن الشرط يصح بشرط أن يكون معلومة، وعضضوا ذلك بحديث نهى عن الثنية إلا أن إيه؟ إلا أن تعلم، نهى عن الثنية الاستثناء إلا أن تعلم، حديث صحيح على النسائي صحاح. فقالوا هذا يبقى إذن الشرط يصح. أما الجمهور الفهم هنا بقى التوجيه الذي وجهه الجمهور، قالوا لا
ده النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبيع ولا يشتري مع جابر. جابر كان في حالة ضيقة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليه، فقال له تراني مكستك لأخذ جمل، خذ جملك وضريبك. فهو الأصل في التعاقد ما كان للبيع. وهذا عجيب من الشافعية. ليش عجيب من الشافعية؟ لا ده بعيد جدا. لا ها شو انت دي فهلوة كفر الشيخ. مش فهلوة اسكندرانية، فهلوة صحيح ومخالف لأصولهم، لأن أصول الشافعية في المعاملات يأخذون بالظاهر. فأنت الظاهر الآن بيع وشراء، أنت تبحث عن القصود الآن وتقول ما كان مقصده البيع. طبعا هيرد يقول القرائن المحتف، نقول الحق كل الحق، أن الحق مع الحنابلة، إن الشرط إن كان معلوما يصح، لكننا لسنا في صدد التفصيل، نحن بنبين أن فهم العلماء مع ورود النص يسبب الخلاف الفقهي الموجود. أيضا من ذلك، من هذه المسائل، عدم أكل الضب، ده ترك الفهم في ترك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الاختلاف الفقهي يكون في مسألة الفهوم، الله فاوت بين أذهان العباد، كما قلنا في الفعل في الترك. أيضا في مسلم ترك أكل الضب، فترك أكل الضب بعض العلماء استمسك به على عدم جواز أكل الضب، وإن كان جميع السلف والخلف يقولون بالجواز. وفي الحديث نفسه في السياق أن السلام لما قدم له الطعام قيل له يا رسول الله انظر إلى ما قدم لك، الطعام فيه الضب، فنسلم أراد أن يأكل فكف هذا فلم يأكل. خالد فهم من كف النبي على تحريم الضب. نعم، وده طبعا هذه مسألة قاعدة مهمة جدا، مسألة إيش؟ إن الترك دليل، ترك دليل، ترك فعل. فكف خالد فقال له سلم كل إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافية، فهو ليس بحرام. قال كله وليس بحرام، كما فهم أبي أيضا عندما لم يأكل الطبخ الذي كان فيه البصل، فقال له سلم كل إني أناجي من لا تناجي، فهذا أيضا فيها على فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك البول قائما، البول قائما العلماء اختلفوا فيه، لأن ورد النهي بأحاديث مرفوعة ضعيفة فيها ضعف، وإن كان حديث أبي موسى هو أقواهم، وأيضا أحاديث موقوفة عن عمر وعن غيره من الجفاء، وعن ابن مسعود من الجفاء البول قائما، وورد النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما، فاختلف العلماء في ذلك. فالذين قالوا بتحريم البول قائما وجهوا الأحاديث فهم مختلف، وجهوا حديث البول قائما بأن السلام كان في بعضه يعني في عند الركبة أسفل الركبة كان يتألم من بعضه، فلذلك ما استطاع أن يجلس فبال قائما. وبعض العلماء قال لا، المسألة ينظر فيها على الأرض، إن كانت رخوة يصح البول قائما وإلا فلا يصح، لأن السلام لما بال في الحديث الذي بالصحيحين بال أن صباطت قوما. فهذه فهوم مختلفة بين العلماء. من ذلك أيضا استقبال القبلة أو استدبارها في ليس في الصحراء ولكن في إيش؟ في البنيان، اختلاف الفهوم. لأن أبا أيوب لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن غربوا أو شرخوا، فلما ذهب إلى الشام وجد المراحيل إلى استقبال القبلة فالكنف يعني، فقال كنا نستدير ونستغفر الله. هذا في البنيان وفي الصحراء هو الآن سواء. وبعضهم قال لا، لما مع أن نقول هذه مسألة أخرى، مسألة الاختلاف، نجمع بين الأدلة. أنا السلام وجدناه في حديث ابن عمر قد ارتقيته على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على الابنتين يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة يقضي حاجته، فنظروا فأعرضوا أن البنيان يخالف الصحراء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. هذا القاعدة الحديثية الراوي أعلم بما روى، هذا سيدخل يأتي إن شاء الله في الشروح، لكن أنا نضرب الأمثال. من ذلك أيضا عدم التوفيق في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ما الفرق بين أن أقول الأحاديث التي ظاهرها التعارض والأحاديث المتعارضة؟ إيش الفرق بينهم؟ أنت الآن بتجيب كثيرا من غير ما أطلب منك الإجابة، تتسرع، فحنصب عليك الأسئلة في صبة. طب هات الإجابة. ده كلام سديد لكن ليس هذا الذي أريده، هذا الذي أريده. ادخل بقى فيه، أنت الآن بتدق الباب، أنت بتدق الباب، ادخل الله يكرمك، أذنت لك بدخل. قرينة ولا قرينة؟ اخشى على نفسك من القرينة فهي أشد من القرينة، هتحتاج خمسة يقولا. هو هذا الذي يكمل بعض من بعض. أنا أقول حديث ظاهر التعارض لأنه لا تعارض بين حديث نفسنا. السنة بأسرها خرجت من مشكات
واحدة. أما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. لكن كيف أستدل بالآية على السنة؟ مفهوم السؤال؟ الآن حل الإشكال، ظاهرها التعارض أو هي متعارضة؟ قلنا متعارضة خطأ مبين، لا تعارض في حديث النبي. ليش؟ لأنها خرجت من مشكات واحد. ثم استدللت على عدم التعارض بإيش؟ بآية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. آية صح أن أستدل بالآية على السنة على الحديث. ممتاز. أول شيء أول الإجابة لأن السنة وحي، هات الدليل أن السنة وحي. وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي. طيب وين وجه الدلالة من الآية؟ لا 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 اترك هذا الحديث سنأتي إليه. وين وجه الدلالة من الآية؟ تعال مستحمي بأنت. يعني إيش يعني إيش وجه الدلالة إيش؟ ائتيني من الآية. ائتيني من تريث تريث ائتيني من الآية بوجه الشاهد ثم وجه الدلالة. أيوة مال الهوى دعك من الهوى، هات الشاهد هات الشاهد. لا لا دعك من المخالفة الآن، هات الشاهد. ما هو الشاهد طلب العلم اتقان السؤال. ايه مين بيسالني؟ مين بيقول السؤال؟ ايه في عصايه هنا ولا حاجه في شومه؟ انا سريع، انا سريع والله شيخ، انا عارف لازم تجري ورايا. بالله عليك اصبر اصبر اصبر. طب تعال لي هنا، طب تعال لي هنا، تعال لي هنا، تعال لي تعال تعال لي وريني كتابتك. كتبت ايش؟ تعال اقعد جنبي بقى هنا، كل ما تلاقيني سريع اعمل لي كده وانا عارف انك هتكسر الترابيزه بس خليك معايا. الان السؤال، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نستدل بهذه الايه على ان السنه وحي. بنسال وين وجه الشاهد؟ وين وجه الدلاله؟ شوف اسلوب الحصر، هذه اجابه اجابه وجه الدلاله. اريد وجه الشاهد اولا، المقطع الجزء من الايه التي تستشهد به ثم تستدل عليه. وجه الشاهد وما ينطق اللي بيخرج هنا، وما ينطق عن الهوى ان هو عائد على ايه؟ على النطق يا بابا حبيبي، على النطق صحيح. فقال في النطق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. ان هو الا ده النفي والاثبات كما قال الاخ، اسلوب حصر وقصر. يبقى اذا ينطق النبي، فلما بينطق بينطق بايش؟ الاول بينطق بايش؟ ممتاز. وبينطق سماها الله في الكتاب وحيا. يبقى اذا ينطق بالقران سماه وحيا، وينطق بالسنه سماه وحيا. وما ما من الاسماء المبهمه، كل اللي بيخرج النتيجه وحي. فاصبر بس، فهمتم؟ بس الجماعة يقول لي فهمنا ان شاء الله فهمت. لا اصبر بقى الاخوه الطيبين. وجه شاهد المقطع وما اهو ده شاهد، الا وحي يوحى شاهد ايضا. وما ما هذه من الاسماء، انتوا درستوا اصول ولا لا؟ ما من الاسماء المبهمه تدل على العموم، وما ينطق. يبقى ما انزعها وضع مكانها كل شيء ينطق به. وبينطق هنا ينطق بايش بقى؟ انت ينطق قلت قران وسنه، من وين اتيت بها؟ ان هو الا وحي. انت الان تقول بان عبد الله بن عمرو بن العاص جاء فقال يا رسول الله اهل مكه يلومونني انني اكتب عنك كل شيء وانك بشر تغضب كما يغضب البشر وتضحك. قال طب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا الا ايه؟ الحق. والحق هو ايه؟ الكتاب او السنه. ناتي للحديث بقى في السنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الا نعم يوشك احدكم ان شبعان على اريكتي ياتي الامر من الان فيقول ننظر إلى كتاب الله جل وعلا فمجنوا حلالا أحلناه ومجنوا حراما رددناه. فقال ألا وإني قد أتيت القرآن مثلهما. وفي رواية أخرى قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. آية أخرى قاطعة بأن السنة وحي. أما قال الله جل وعلا لا تحرك به، نعم جيد، قال وأنزلنا الكتاب الكتاب والحكمة والعلماء أو في الآية واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، دلالة الاقتران. لذلك الشافعي قال علماؤنا في الحكمة هنا هي السنة. جيد؟ لا، الآية واضحة جدا، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اللي يأتي هو الشاهد، ثم إن علينا
بيانة. وإيش اللي بيبين القرآن؟ السنة. وين وجه الشاهد بقى؟ وجه الشاهد ثم إن علينا رجع مين هذه؟ إن علينا بيانه، وبيان القرآن هو إيش؟ السنة. لأن الله رعا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين مبلغا، والله يبين أصالة، هو اللي يوحي، يوحي من الله الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ. يبقى إذن هذه الآية دل أيضا على أن السنة إيش؟ وحي، كما أن القرآن وحي. مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. يبقى إذن السنة وحي كما أن القرآن وحي، يبقى إذن له حجة. فإن كانت السنة وحي والقرآن وحي، فإننا نقول يعني وجوب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا في أصل المسألة ها؟ لا لا، في أصل ما إحنا في أسباب الخلاف، اختلاف في إيش؟ في الفهوم، صحيح ولا لا؟ فقالوا أبو أيوب قال نستغفر الله، والعلماء الآخرون جمعوا بين الأدلة على أساس الأدلة التي ظاهرها التعارض، ظاهرها التي ظاهرها التعارض. والأمثلة على هذه المسألة كثيرة جدا، منها مثلا طهارة المني. فالمني في خلاف في العلماء، هل المني طاهر أم نجس؟ فعندنا أحاديث ظاهرة التعارض، أحاديث ظاهرة التعارض، أحاديث قالت بطهارة المني، وأحاديث قالت بنجاسة المني. طيب، وأيضا جلد الدباغ، العلماء اختلفوا فيه، الدباغ إذا الجلد إذا دبغ هل يطهر أم لا؟ الحنابلة طبعا يرون أنه لا يطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بإهاب من الميتة بإهاب ولا بعصب. والرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال حرم أكلها، وقال أيما بإهاب دبغ فقد طهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فقالوا إذا عندنا لا تنتفعوا وهنا انتفعوا، فقالوا هذا متعارض. قلنا لا، ليس متعارض، ظاهرها التعارض. طبعا حل الإشكال في ذلك أن الإهاب لما قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب، نقول الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، فإن دبغ يسمى قربة في اللغة، يبقى إذن لا تعارض. عند تدقيق النظر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب اللي هو الجلد الذي لم يدبغ، لكن لما قال انتفعوا بها بعد الدباغ ليس من هذا الحديث، لأنه يكون قربة بعد الدباغ أو شن بعد الدباغ. يعني عامة هذه بالنسبة للأسباب الخلاف، فتحنا به الباب حتى ندخل على مسألة الماء طهور أو حديث. نعم، نجاسة الماء، أي ماء؟ الماء طاهرة أصالة طبعا، سنأتي بها. لحسن أنت كده مش خلينا نتوضى ونتيمم وهتبقى مشكلة كبيرة جدا. نعم، الوقت انتهى. طيب خلاص، إن شاء الله نشرح الحديث بعد الصلاة إن كان في الإخوة همة وصبر. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.